خمس سنوات من الانقلاب والحرب، كيف اختلفت فيها مواقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية؟ لماذا لم يعد الانقلاب الحوثي يشكل قلقاً على المجتمع الدولي؟ هل فشل التحالف في إنجاز انتصار عسكري في اليمن؟ وبالتالي ذهب باتجاه الحلول السياسية التي يجري الحديث عنها حالياً؟ أهلا بكم. خلال خمس سنوات من الانقلاب والحرب اختلفت مواقف الدول في تشخيص الأزمة اليمنية والحلول المفترضة لحلها. عقب انقلاب الحوثي اتخذ مجلس الأمن قرارات واضحة بشأن انقلاب ميليشيا الحوثي، واتخذت الولايات المتحدة والدول الكبرى مواقف داعمة لتدخل التحالف عسكريا في اليمن. لكن مع طول أمد الحرب وبروز العديد من المصالح والتقاطعات الإقليمية والدولية، اختلفت مواقف الدول الكبرى وظهرت سياسات جديدة في اتجاه آخر. اليوم لم يعد القضاء على انقلاب الحوثيين مطروحا على طاولة المجتمع الدولي، بل أصبح الحديث يمضي باتجاه تسوية سياسية مع جميع الأطراف دون معالجة أسباب الصراع والقضاء على جذور الأزمة، الأمر الذي يجعل البلد على كف عفريت كما يقال، أو على كف المتغلب عسكريا على الأرض. كيف تحولت مواقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية؟ وما هي دوافع هذا التحول؟ وكيف أثرت السعودية والإمارات في اختلاف الأجندات الدولية بشأن الأزمة اليمنية؟ اليمن ليس بخير، يدرك الجميع ذلك، لكنهم يذهبون بعيداً عند بحثهم عن علاج مناسب. قبل أكثر من عام ونصف قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن الرأي العام في الغرب نسي أسباب الحرب في اليمن. بات العالم ينظر للأزمة اليمنية باعتبارها حرباً بين السعودية واليمن، متناسياً مشكلة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي وبداية هذه الحرب الكارثية وأسبابها منذ سيطرة جماعة مسلحة ذات خلفية طائفية على السلطة في البلد الذي كان يستعد للدخول في آخر مراحل استحقاقات ثورة 11 فبراير. يقفز الجميع على جدران الأزمة، نجح الجميع في تثبيت مصالحهم وأخفق اليمن لتتأكد فكرة أنه لا أصدقاء حقيقيين لهذا البلد الغارق في الجحيم منذ أكثر من 5 أعوام. وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس خلال مؤتمر البحرين للأمن كان قد تحدث عما يمكن تسميته بالرؤية الأمريكية للتسوية في اليمن، والتي تتلخص بالعمل على إيجاد حدود منزوعة السلاح بين اليمن والمملكة العربية السعودية ومنح الحوثيين حق الحكم الذاتي. ليست أمريكا وحدها من يتحدث عن ذلك، فالجميع يتحدث عن تسوية سياسية محتملة في اليمن، لكن لا أحد يعرف كيفية حدوثها، خصوصاً اليمنيين وهم المعنيون بالأمر. 5 أعوام خاضت جميع الأطراف تحالفات متغيرة تبدلت فيها مواقف العديد من الدول، لكن ما بقي ثابتاً هو أن اليمنيين هم الطرف الأضعف، وأن الجميع لا يرون اليمن إلا من خلال مصالحهم وصراعهم على أرضه. 5 سنوات فشلت فيها الأمم المتحدة ومبعوثوها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، والأخطر هو أن تتحول الأمم المتحدة إلى ممثل لمصالح القوى الكبرى، وهو ما تقوله الكثير من الشواهد. غرقت الأمم المتحدة ومبعوثها في ملفات فرعية عملت على تجزئة القضية اليمنية، ولم تستطع تقديم إنجاز في ملف واحد. كانت الأزمة الإنسانية رافعة لكثير من المواقف الدولية والتدخلات، لكنها ظلت طيلة 5 سنوات أحاديث دون أفق، فيما يرى مراقبون أنه يتم استغلال هذا الملف للعمل على تسوية قاتلة لا تلبي طموحات اليمنيين ولا تمثل ترضية مناسبة عن كل هذا الخراب الذي وقع على رؤوسهم. أهلا بكم مشاهدينا، ورحب أيضا بضيفي لهذا المساء الأستاذ فارع المسلمي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو أيضا زميل غير مقيم في المعهد الملكي للشؤون الدولية شاتام هاوس في لندن، تتركز أبحاثه على منطقة اليمن والخليج. عمل المسلمي سابقا كباحث زائر في كل من مركز كارينيجي للشرق الأوسط بيروت ومعهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن. فأهلا بكم وبك أستاذ فارس. فارع أهلا بك. إذن لو بدأت معك بسؤال أستاذ فارع،
تقريبا قرابة العام من ستوكهولم، محادثات ستوكهولم، حيث اقترب الملف اليمني من أوج يعني اشتعاله مع المجتمع الدولي. إلى الآن تختلف الرؤى تماما مع المجتمع الدولي. برأيك ما هي المحددات التي يتعامل وفقها المجتمع الدولي مع ملف اليمن؟ ربما أكبر تحدي أن المجتمع الدولي لا يمتلك سياسة، وهذا أو للدقة المجتمع الغربي لا يمتلك سياسة واضحة تجاه اليمن. هو يمتلك سياسة تجاه السعودية، تجاه إيران، أحيانا يمتلك سياسة تجاه القاعدة، أحيانا يمتلك سياسة بخصوص النفط، وضمن هذه الأطر الواسعة يندرج ملف اليمن. لطالما كان بمستويات كثيرة هو ملحق لملفات أخرى سواء إقليمية أو سواء دولية. لماذا لا ينظر له كملف مستقل؟ لأسباب كثيرة، أولها فشل برأيي، وهذا يتحمل مسؤولية اليمنيين في فرض سياستهم ورواية سرديتهم أمام العالم والخلق الانتباه العالمي تجاه اليمن حتى في أوقات غير الحرب. والأسباب الثانية أيضا أنه بالمعنى البرجواتي أو بالمعنى الحساباتي المباشر، البلد للأسف الشديد اليمن دولة غير مهمة بالمعنى المالي النفطي، علاقتها مع المجتمع الدولي ولكن مختلفة. الجغرافي أعتقد أنه مؤثر، وخاصة صحيح لهذه الدول إلى حد كبير، لكن أيضا حتى الجغرافيا في 2019 يمكن التعامل معها واحتوائها بمستويات مختلفة. نحن الآن في لحظة دولية تتعامل مع الجغرافيا وتبني حدود، حتى في أمريكا في التعامل مع حدودها دعك من المنطقة، فهذه مستويات مختلفة من النزاع. أيضا لأنه إلى الآن المشكلة أن الحرب في اليمن لم يدفع ثمن سوى اليمنيين. صحيح. مستوى لو تقيسي عدد النازحين اليمنيين في الخارج عشرات الآلاف مقارنة مثلا بملايين السوريين، فهنا لم يدفع مثلا الناخب الغربي أو البرلمان الغربي مثلا، لم تكن تحدي له سياساتي محلي في أيام الانتخابات، لم يكتوي بنار هذه الحرب في الواقع إلا اليمنيين. بل والأحزن من هذا كله أن حرب اليمن الآن ليست فقط لم يدفع ثمنها الخارج أو لم يدفع ثمنها أي أحد غير اليمنيين، وإنما أكثر من هذا كله أنها في مستويات كثيرة مثلت فرصة للخارج حرب اليمن، مثلت فرصة مبيعات أسلحة، مثلت فرصة تناحرات إقليمية مباشرة وغير مباشرة، وحتى لهذا السبب المباشر أن الحرب وساحة للحروب الإقليمية بالوكالة، وهذا موضوع مهم جدا، ويمكن أيضا أنه يفسر إلى حد كبير عدم الانتباه الدولي أو المباشر أو المسؤولية الدولية المباشرة نحو اليمن، هي أنها حرب في جزئية منها بالوكالة. اليمن جزئية منها حرب أهلية، جزئية منها حرب بالوكالة، وجزئية منها مستويات أخرى كثيرة. والحروب بالوكالة هي الآن نوع من أنواع الحروب المزدهرة في العالم، حيث تتحارب دول بشكل غير مباشر في دول فقيرة أخرى، ويدفع ثمنها هذه الدول أو الطرف الثالث، الدول التي يتم فيها خوض الحروب، من دون أن يتم تحمل أي مسؤولية مباشرة من هذه الدول، ومن دون حتى أن يتم دحين لو في مثلا احتلال أجنبي مباشر لليمن بهذا المعنى، ستتحمل هذه الدولة المباشرة المسؤولية القانونية والسياسية. فلذلك هي حروب بالوكالة، وهذا واحد من الأسباب أن الحروب بالوكالة هي في مستويات كثيرة أوسخ وأقدر وأفدح من الحروب المباشرة. طبعاً. لأنها أيضا لا يدفع ثمنها، حتى لا يدفع طرفها ولا يتأثر ذاك التأثر، يعني مجرد أن يريد أن يسحب نفسه سيسحب نفسه دون أي باختصار. أضرار. دعنا إذن نفرق بين ثلاثة منعطفات ورؤية المجتمع الدولي لهذه المنعطفات وتغيرها، لنقل الانقلاب. كان للمجتمع الدولي رؤية مختلفة تماما بداية الانقلاب وتغيرت، ووصلت الآن إلى البحث عن تسوية سياسية وكأنه طرف موازي لطرف الشرعية. ما الذي حدث؟ هو أكثر من هكذا. أعتقد الآن لم يعد هناك أيضا حتى هذه المساواة بين لا متساويين كما تكادي أن تقولي، ليست فقط هذه الآن هي موجودة، وإنما لم يعد هناك حتى الآن لما تسمع الحديث الدولي عن اليمن، لم يعد كيف مثلا تنهى حرب اليمن وتنهى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بل الحديث الآن هو كيف تنقذ السعودية من اليمن، كيف تنقذها من مستنقع اليمن، كيف تحيد إيران من اليمن. حتى الحديث عن حرب اليمن لم يعد الحديث عن اليمن بصفتها الموضوع المباشر لأسباب كثيرة. بس أنا أعتقد أنه من 2015 حصلت تطورات كثيرة منذ القرار 2216 غيرت السردية الدولية والمقاربة الدولية تجاه اليمن بخصوص اليمن، بخصوص الحرب في اليمن. من غير السردية؟ ما الذي روي لهذا المجتمع حتى تغيرت؟ لا مش قصة رواية، يعني مش جريدة 14 أكتوبر، بس القصة أنه أكبر من هكذا. أنه أضرب لك مثل، أولا
انتهت حصرية الحوثيين في عمل انقلابات في اليمن. هناك لديك انقلاب أخير بشكل أو بآخر في عدن، وهذا يجعل أيضا هو انتهت حصرية الحوثيين، لم يعد الطرف الوحيد المنقلب في اليمن. حصل انقلاب سابق بتعيين حكومة بن دغر وبالحكومة الحالية، بمعنى بوجهة نظر المجتمع الدولي هذه الحكومات هي تناقض القرار 2216 وبموجب القرارات الدولية وقانونيته، فهنا انتهت الحصرية. هنا يتحمل الجزء الكبير منا برأيي الشخصي الشرعية. أيضا هناك سأم من الحديث عن حرب اليمن بعد 3 أو 4 سنوات من هذا الالتزام أو التعامل المباشر معها، وهذا له علاقة بفكرة أن الحروب القصيرة والمخطط لها وهي نادرة لكنها تحدث، هي حروب تغير الأنظمة، ولكن الحروب الطويلة تغير المجتمعات وتغير المجتمعات وتغير حتى سردية المجتمعات. أضرب يعني الآن أقصد أنه هذه السردية الدولية لم تتغير فقط، حتى السردية المحلية. أنت تفكري كم الحروب التي حدثت ما بين الحلفاء خلال 4 سنوات الماضية في اليمن، الحلفاء علي عبد الله صالح والحوثيين، الحلفاء المجلس الانتقالي والحكومة المعترف بها دوليا. فلذلك هذا منهك، ولم يعد السردية التي كانت، وإن لم يكن هذا الأمر مرضي لليمنيين، لم تعد هذه السردية متماسكة حتى من وجهة نظر الحلفاء أنفسهم. فعندك يعني مثلا حتى لما تحدث عن قرار 2216، قرار 2 في مثلا مثل بسيط جدا، يعاقب علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح الآن ميت، يعني أقصد عملياته وفعاليته لم تعد على الأرض بأي مستوى حتى بالمستويات الصغيرة، دعك من المستوى الكبير الذي احنا نتحدث عنه واللي هو مستوى انتهاء التحالفات وانتهاء حصرية الانقلابات في اليمن على طرف دون آخر. طيب قلت بأن إطالة أمد الحرب تجعل من السردية تتغير، نظرة المجتمع الدولي، وحملت برأيك الشخصي الشرعية ما يحدث. ألا تجد معي أن هناك يعني أتفق معك فساد الشرعية ويعني الكثير من المآخذ التي نناقشها ربما يوميا على الشرعية، ولكن أن منذ بداية الانقلاب والشرعية هي من تحمل دائما الطرف الأكبر، وكأن هناك قفز على أسباب ما حدث إلى النتائج، ذهب الرئيس هادي إلى واستدعاء التحالف وما إلى ذلك، متناسين تماما من أقدم على الفعل الجريء والأكبر وهو الانقلاب. الآن حين يؤتى بهذا الطرف ويفرض على طاولة الحوار ويعامل يعني وهو ميليشيا كدولة، بينما تعامل الدولة وإن تم الاعتراف بها عالميا هي نحن المجتمع الدولي يعترف في كل مرة بشرعية الرئيس هادي، لكن على الواقع نجد العكس تماما، لماذا؟ هو صحيح يعني بمستوى من المستويات تتغير هذه السردية للمجتمع الدولي تدريجيا، وتتغير وتختلف طبعا نسبة المسؤوليات، بس احنا ما بنتكلمش على الحق، احنا بنتكلم على الحقيقة. الحق هو الوصف الذي أنت تضعيه أن هناك انقلاب وشرعية وأن هناك من بدأ، ولكن الآن وصلنا إلى مستوى لم يعد العالم مرهق من كل هذه التناقضات، حتى ما عدش قادر يستذكر متى بدأت هذه الحرب بالشكل المباشر. لماذا وصلنا إلى يعني هل هو مرهق أم يعني مستمتع بما يحدث؟ لكل طرف أجنداته، لكل طرف مصالحه، ربما يعني إطالة أمد الحرب تعود بالفائدة لهذه الأطراف الدولية والمحلية الحين هناك إذا وفي مستويات كثيرة. شوفي هذا جزء صحيح، أنه في كثير الحين لا عاد يستطيعوا يتحملوا تكلفة الحرب ولا تكلفة السلام. الحين أيضا في حاجة جديدة، إنزي مثلا ملف اليمن، فكري في بها من البعد الإقليمي، هناك احتدام إيراني أمريكي، واليمن أيضا ستدفع ثمن هائل لهذا، وواضح أن هناك تصعيد في اليمن، هناك احتدام قطري إماراتي، من الواضح أن اليمن ستدفع ثمن مهول لهذا الاحتدام الغني والملكي والصلف بين دولتين صلفتين في المنطقة. هناك الآن توتر عماني سعودي، هذا أكيد تدفع ثمنه المهرة، لاحظنا هذا الموضوع. الحين احنا بيئة للأسف الشديد التعامل معها بسبب القيادة المحلية تحولت إلى يعني لم يعد حتى الحروب التي تخاض في اليمن لها علاقة بحرب اليمن. نتكلم أيضا ليش مثلا إذا أنت تفكر فيها من وجهة نظر دبلوماسي في مجلس الأمن، أنت والله تشوف إنه الرئيس عبد الرب منصور هادي زار مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة 6 مرات، 6 مرات من 2015، وزار بلاده 5 مرات، فأنت يعني كيف يمكنك أن تقتنع أو أن ترى السردية؟ لذلك أنا أزعم أنه في مستوى معين من المسؤولية له علاقة حينما لا تقوم بعملك المباشر دحين بغض النظر على الأسباب وإنجازك، أنت تصدر هذه النمطية بالنسبة يعني، فهذا المستوى هو يتغير بشكل مباشر. ألم تتكالب كل الأطراف على هذه الشرعية بدءا من التحالف الذي أتى مناصرا
وانتهاء بالمجتمع الدولي الذي يظهر ما لا يقوم به في أرض الواقع. يعني هو ذا الحين القصة بالأخير أعتقد لها علاقة بفكرة، مثلا نشوف الآن علاقة التحالف بالشرعية، لأنه لم يستطع أن يضبطها من البداية، ها، وأن تكون علاقة مبنية على مصالح اليمنيين وعلى مستوى جاد وعلى مستوى بين دولتين عوضا عن بين دولتين، أو على الأقل من أجل اليمنيين، حتى وإن كان فيها نوع من التمايز والتمايز وإلى ما آخره، لكن لم تكن هذه أصلا. لما تركز أنت حتى الآن مثلا على اقتصاد الحرب في اليمن، تكتشفي أن المصالح المالية ما بين الأطراف تمشي من الرياض إلى طهران إلى دبي إلى مسقط إلى صنعاء بين كل الأطراف وبسلاسة وبسلام. وأعتقد أنت حتى عملتوا على هذا الموضوع، ناقشته، فأنت بالنسبة، والعالم يعرف هذا الكلام أيضا، لديه أجهزة ولديه معلومات ويعرف أرصدتهم البنكية ويعرف كل شيء عليهم أصلا. فأنت بتطلبي منه، يعني أنت بتسرد له سردية قدام الإعلام، وهو بيشوف سردية ثانية أصلاً أنت بتعملها ضد الواقع أو على مستوى الواقع. وهذا أيضاً له علاقة بعدم مسؤولية، عدم مسؤولية مباشرة في التعامل مع أخذ قضايا اليمن، وأخذ أن هذه واحدة من أولويات أو واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، كيف نعمل على إنهائها أو تحمل مسؤولياتنا سواء كمواطنين يعني أو كحكومة. أنا ما أتكلمش دحين على المستوى دحين في معاكي باليمن، شوفي فشل وطني مريع، بالفعل مريع على المستوى الشخصي، على المستوى الإنساني، على المستوى السياسي، على المستوى المثقفين. نعم. وين هذا الخواء اللي قد مرت به اليمن في تاريخها؟ بالله عليك، 4 سنوات من بداية الحرب ما شفتش بيان واحد محترم من مثقفين، ما شفتش حتى معركة واحدة من أجل اليمن بهذا المستوى الكبير. فما قد حصلش هذا الفراغ المهول في تاريخ بلد؟ دحين نشوف إحنا بلد من دائما فقراء، فقراء في المال، فقراء في مستويات كثيرة، لكن لم نكن فقراء في الأبطال إلى هذا الدرجة المريعة التي نعيشها الآن. أضرب لك مثل، تذكري أنه في 2018 تسرب فيديو لعلي عبد الصالح بعد موته، اللي كان آخر فيديو له، قام الناس احتفلوا به بالفيسبوك وبينشروا، يبحث الناس عن المقابر لكي يبحثوا عن أبطال، لأن كل الذي عايشين أيضا مش قادرين يملوا عيونهم. حتى الآن أي واحد من وجهة نظر أي طرف ما يكتشف أنه معه بطل بعد ما يموت. إذا هذه مشكلة حقيقية. طيب، حين نتحدث عن المجتمع الدولي ربما نقصد بداية هذا المجتمع بالولايات المتحدة، ولكن عمليا هناك لاعبين دوليين مهمين للملف اليمني. لنتحدث عن بريطانيا، الذي ربما هي يعد ملف اليمن ملف بريطاني بالدرجة الأولى، وإن لم يظهر ذلك إلا مؤخرا. ما هو دور بريطانيا؟ هذا سؤال مهم. شوفي، وأعتقد أن البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على فكرة سينعكس على ملف اليمن بشكل مباشر. ليس لأن السياسة البريطانية تتغير، لا، هي على فكرة سياسة بريطانيا هي نفسها في اليمن، في الحرب، في السلام، في 2012، 2011، 2009 حتى الآن. أقصد أنها لا تتغير حتى بتغير السفراء، لا تتغير حتى بتغير وزراء الخارجية، لا تتغير حتى بتغير الحكومات هناك، هي نفسها في ماشية في نفس الخط وفي نفس دائما الصوت. بس اللي حيحصل الآن إيش بعد البريكزيت؟ أولا بريطانيا دولة حاملة القلم في مجلس الأمن، وهي مباشرة المبعوث الأممي إلى اليمن بريطاني، وبريطانيا الجنسية وبريطانيا الموظف سابقا. فسيصبح أولا ستتفكك الدبلوماسية الدولية في اليمن، ستتميز لأول مرة بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وستتصرف بريطانيا لأول مرة كدولة، أو مش لأول مرة يعني، وإنما ستعود التصرف كدولة كومنولث وليست كدولة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي هو بكل مشاكله وتخبيصاته هو أكبر تقدم كيان تقدمي سياسي في التاريخ الحديث. أصبحت تمتلك أسلحة بريطانيا ومقعد في مجلس الأمن والتزام صفري بالأخلاقيات، وأيضا ستعود الدبلوماسية إلى مزيد من المعارك فيما بينها. كيف سيؤثر ذلك على الملف اليمني؟ سيؤثر، لأن الدبلوماسية في اليمن أولا ستتمزق، لأول مرة أوروبا ستتحدث بصوت تقريبا متباين بشكل مباشر، ولكن ثانيا سيجعل من التزام بريطانيا نحو السلام مثلا في اليمن بأي شكل من الأشكال أقل من التزامها نحو الحرب. ستبحث، أقصد حينها ستكون سياسة الخارجية لبريطانيا مش بس في اليمن، في المنطقة كلها، مبنية على مصالحها المباشرة وليست على أي مستوى ولو أدنى ولو وهمي ولو نظري من الأخلاقيات. إيش معناته هذا؟ معناته الانخراط في الحروب في المنطقة، معناته عدم مسؤولية، معناته الاستفراد بقرار اليمن في مجلس الأمن بالمعنى المباشر والسياسي، ولكن بالمستوى العام معناته مرة ثانية تفكك للدبلوماسية الدولية نحو اليمن على الأقل، التي هي خجولة في التعامل مع السلام. نعم. ماذا عن روسيا؟ تنتظر أخطاء أمريكا في اليمن وخارجها في المنطقة بشكل عام. الروس سياستهم ثابتة فيما يتعلق أيضا باليمن، هي دولة لا تمتلك العبء الذي تمتلكه الديمقراطية الغربية، فتستطيع، أن أقصد لا يوجد لها ناخبين ورقابة، فتستطيع
أن تتحرك بالنفس القيصري، وهذا بالنسبة لها أمر مريح. والنفس يعني الآن أنت روسيا لم تعد روسيا السوفيتية الشيوعية حتى الأيديولوجية، الآن روسيا هي روسيا البوتينية، وهذا يجعل منها تتعامل أيضا روسيا البوتينية من دون أي برلمان، من دون أي التزام أيديولوجي أو أخلاقي. حينما كانت في اليمن، على فكرة هي آخر سفارة أجنبية تركت اليمن، وتركتها بعد مقتل علي عبد الله صالح، وحينها كان سفيرها في الرياض من بداية الحرب على فكرة بطلب من السعودية، وبناء على صفقات أيضا تمت تقريبا 11 مليار دولار ما بين السعودية وروسيا في 2015، ولكن ظل القائم بالأعمال السياسي موجود في صنعاء، حتى إلى درجة من الفترات أن المصدر الوحيد للمعلومات الغربية في اليمن كان هو السفارة الروسية، وكان هذا أيضا شيء مريع بالنسبة للغربيين والأوروبيين لم يحصل. في بحث لطيف أجراه الزميل مصطفى الجبزي عن الدور الروسي في اليمن، وأعتقد أنه يضيء عليها بشكل كثيف. نعم، إذن لو تحدثنا عن فرنسا. فرنسا لديها ثلاثة أولويات إجمالا في المنطقة وليست في اليمن، وهي توتال توتال وتوتال. هذه دولة فصيلة نفطها أو فصيلة دمها نفط موجبة، وهكذا مقاربتها للعلاقات الإقليمية. بالنسبة لها مثلا، حتى مثلا كان هناك معركة فيما بينها وما بين السويد فيما يتعلق بالسفير لليمن، كان لدى فرنسا مقترح سفير الاتحاد الأوروبي وأخذته السويد، لأنه بكل بساطة قيل للبنان للفرنسيين اختاروا ما بين لبنان وما بين اليمن، وبكل تأكيد مصيرهم واضح وخياراتهم واضحة في لبنان. لو تركزي، وهذا أمر مريع بس كمان يكثف لك اللامبالاة الدولية نحو اليمن، بذلت فرنسا دبلوماسية من أجل شراء تذكرة بيزنس طيران لسعد الحريري أكثر مما بذلته بخصوص أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. ولو تركزي كيف تحرك حينها ماكرون وسافر إلى السعودية وانطلق إلى الإمارات، وإلى الآن لم تقم بأي شيء، وهي دولة لديها في مقعد في مجلس الأمن، ودولة لديها علاقات مع الإمارات، ولديها علاقات قوية مع إيران، ولديها يعني أساليب القوة وأساليب الإمبراطورية الكاملة. لكن مرة ثانية عودة إلى حديثنا في بداية الحلقة، كم في لاجئين يمنيين بفرنسا؟ يمكن 1000 2000 مقارنة مثلا بعشرات الآلاف السوريين، فهي ليست على معنى المباشر. وحينما هي خسرت شيء واحد في اليمن على فكرة، ولما أغلقت توتال، ولكن قارنيها مثلا بمصالح توتال في السعودية أو في أي دولة خليجية، بكل تأكيد لا مجال للمقارنة بالأساس. يعني الصين، الصين الآن يعني في المنطقة، هي مش في المنطقة، في العالم كلها لديها سياسة خط الحرير، وهذا هو هدفها الواسع. لكن الصين هي تنتظر انتهاء الحرب ربما. الصين هي عندها دائما تنتظر أن ينهي الغربيين والروس حروبهم لكي تأخذ مناقصات المقاولات ما بعد الحرب. هي دولة تفكر بهذا المستوى على أي حال، الذي هو عادة بعد الحرب، وما عندهاش الالتزام المباشر أو الانخراط المباشر في النزاعات في المنطقة. نعم، إذن لو تحدثنا عن الأمم المتحدة وطريقة حلها للأزمة اليمنية، كيف تنظر إليها؟ يعني شوفي، هو عندك مستويين وربما هما متناقضين تماما. أولا، أنا ضد أن يخرج الملف اليمني من الأمم المتحدة، ده موضوع خطير، لأن الأمم المتحدة دولة يمكن في الأخير أن تخضعها بشكل أو بآخر لأدوات الرقابة، وهي دولة بالأخير ضمن إطار أو منظمة عفوا ضمن إطار وهيكلية واضحة وضمن قوانين والتزامات ومعايير، وإن كانت غير منصفة أو غير دقيقة أحيانا. لكن يعني ما نشيش بمعنى آخر، ما أنا ضد فكرة أن يتحول ملف اليمني مثلا إلى الرباعية كما حاولت أن يتم، لأن هذه أيضا طرف حرب وليست منظمة دولية، أو مثلا أن يكون، لكن يعني ما ما ماذا استفاد الملف اليمني من بقائه في الأمم المتحدة إذا كل مبعوث أممي لم يقدم شيء ملموس على وجه أو مثلا الأخطر من هذا، شوفي أنه مثلا يكون عندنا نسخة من أستانا السورية، وهذا عدو أمر أخطر. بس وأنا أقول اللي هو الأمم المتحدة في نهاية المطاف، سواء أرادت أم لم تريد، هي لم تعد تستطيع أن تنهي حرب اليمن لوحدها على الأقل. إحنا الآن عندنا مستويات كثيرة من النزاعات، أنت حتى لو تركزي بالمنطقة والعالم كله، هناك 44 نزاع على فكرة كلفت الأمم المتحدة بحلهم. تعرفي كم حلت؟ أربعة من الأربعة والأربعين. وذا الحين أيضا هي الحين في مشكلة أيضا بطبيعة النزاعات التي يمر بها العالم، ليست تلك النزاعات التي بإمكان الأمم المتحدة أنها تحلها ببساطة. هل ملف اليمن بهذا التعقيد بالنسبة للأمم المتحدة؟ لا، حتى شوفي فارك في كولومبيا،
مثلا حرب لها عشرات السنين ما حلتهاش الأمم المتحدة. شوف اتفاق الطائف في لبنان ما حلتهاش الأمم المتحدة. أنا أذكرك بحاجة مهمة، شوف الأزمة التي حصلت في السودان بعد الثورة، ومن حل هذه المقاربات النزاعات؟ كانت أثيوبيا. فإحنا بنتكلم على الحاجة إلى مقاربات لفض النزاعات إقليمية تستجيب بحساسية إلى تعقيدات الوضع وتكون مدعومة بهيكلية الأمم المتحدة. في هذه اللحظة وفقط بهذه اللحظة سيستطيع الأمم المتحدة أن تقدم إنجاز باليمن، لأنه دحين زي ما قلنا أول واحد من مستويات الحرب في اليمن هو مستويات حرب الوكالة ما بين إيران والسعودية. كيف تحلها الأمم المتحدة؟ نعم، أصلا هذا ضد قوانين يعني ما تقدرش. سأسألك كيف تحولت فكرة الحرب إلى هذا التأطير أنه حرب بين السعودية وإيران؟ ولكن اسمح لنا بعد أن ينضم معنا دكتور محمد جميح المحلل السياسي عبر الهاتف من باريس. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. كيف برأيك تحول موقف المجتمع الدولي ورؤيته لانقلاب الحوثي إلى الآن الباحث عن تسوية مع هذا الطرف مع الشرعية؟ بعد التحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. طبعا المجتمع الدولي ظل يرقب الأحداث في اليمن على مدار 5 سنوات، وفي حقيقة الأمر أنه أعطى للشرعية وأعطى للتحالف فرصة كافية لتطبيق قرارات مجلس الأمن والصادرة، خاصة قرار 216 الصادر تحت الفصل السابع الذي يجوز استخدام القوة، على اعتبار أن هذه الحرب وهي في حقيقتها هي حرب مشروعة وطنية لأنها جاءت بدعوة الرئيس المنتخب، ومشروعة أيضا دوليا لأنها دعمت بقرارات دولية. الحرب في حقيقتها هي حرب عادلة. طريقة إدارة الحرب والإجندة التي تغيرت فيما بعد هذا موضوع آخر، لكن وجود انقلاب حوثي لم يعترف به أحد في العالم حتى هذه اللحظة عدا الإيرانيين، هذه مسلمة من المسلمات. ضعف الشرعية أيضا مسلمة من المسلمات. لدينا الآن سلطة غير شرعية لكنها قوية إلى حد ما، وقوتها مستمدة من ضعف خصومها، ولدينا قوة شرعية لكنها ضعيفة إلى حد كبير، وضعفها مستمد من تفرق مكوناتها السياسية والميدانية. نعم، لكن هذا الانقلاب الذي لم يعترف به أحد دكتور محمد يعني يجلس على طاولة الحوار مع الطرف الشرعي، ألا يعد هذا اعترافا به؟ لا، هناك فرق بين الاعتراف وبين الحوار. يعني كثير من القوى العظمى جلست مع من تعتبرهم إرهابيين أو كانت تعتبرهم إرهابيين دون أن يعني ذلك الاعتراف بهم، وطالبان تتفاوض مع واشنطن وكثير من المنظمات، لكنها تسميهم بأطراف الصراع دكتور محمد، يعني تساوي بينهم. ليس هناك من مساواة إلا على المستوى قاعة الحوار، أما على المستوى الدولي الاعتراف حتى هذه اللحظة لا يزال باسم الحكومة الشرعية والتعامل دوليا مع الحكومة الشرعية وليس مع سلطة صنعاء. هناك حاجة طبعا، وهذا ينبغي أن نميز بين حاجة المجتمع الدولي إلى إيجاد تسوية التي تعني أنه لابد من التواصل مع الطرف الانقلابي، والمسلمة الموجودة وهي أن هناك حكومة شرعية نقول فيها ما نشاء من ضعف هذه الحكومة، من فساد هذه السلطة إن أردنا أن نتهمها بالفساد، لكن في حقيقة الأمر هناك أمر مسلم به وهو أن المجتمع الدولي لا يزال على المستوى الرسمي يتعامل مع هذه الحكومة. نعم، إذن لو أردنا أن نعرف على ماذا يعتمد يعني شرعية للبلاد. نعم دكتور. نعم. لو أردنا أن نعرف على ماذا يعتمد صنع القرار الدولي أثناء رسم مواقفه وسياسته تجاه الأزمة اليمنية؟ المجتمع الدولي كنت أقول بأنه أعطى فرصة كافية للحرب. نعم. رأى نعم دكتور محمد، ما زلت معي؟ فقدنا الاتصال بالدكتور محمد. إذا ما تعليقك على ما سمعته؟ أي جزئية تحديدا؟ مسألة أنها حرب مشروعة وبأن المجتمع الدولي ترك فرصة كافية للتحالف وللشرعية في هذه الحرب ولكنهم لم يستغلوها. يعني أولا مرة ثانية دحين هو أيضا الأمر هذا له علاقة بالسردية، متى بدأت حرب اليمن؟ إذا كنت ترى أنها بدأت في 21 سبتمبر ولا بدأت في فبراير ولا بدأت في
مثلا 25 مارس، دحين هذه الامور تغيرت خلال السنوات الماضيه، مش قصه فرصه ولا مش فرصه ولا كذا، هو بيشوف في اخفاقات، بيشوف في نجاحات، بس ايضا حتى حينما يعني المجتمع الدولي في اول سنتين من الحرب ما كان فيش معه، يعني ما كانش عارف انه في حرب باليمن، هو قدم جماله للسعوديه انه يمرر هذا الاتفاق، هذا مثلا ها ما كانش يعرف فيها، يعني خلال سنتين لم يعرف بوجود هذا، ما كانش الموضوع اولويه، يعني انت كنت مثلا حتى تشوف سيناتور امريكي ولا تشوف واحد ولا تشوف دبلوماسي يتحدث لك 50 دقيقه عن سوريا وخمسة ثواني عن اليمن، وفي احيانا مؤتمرات اصلا هي عن اليمن يتحول الحديث فيها الى ما هوش عن اليمن او في لقاءات عن اليمن، هذا مستوى كبير. ثانيا انه كان في حاجه مهمه، شوفي كانت العمليه الانتقاليه في اليمن بالرغم من انها بالاخير كانت عمليه سياسيه، لكنها كانت عمليه مبنيه على التكاذب ها من كل الأطراف، كان في عملية تكاذب كبيرة بتجري داخل البلد، هذه عملية ناجحة، وهذا التكاذب كان يتم تمريره للمجتمع الدولي على أنه كل شيء تمام، حتى في 21 سبتمبر بالأخير الأحزاب السياسية التي لاحقا رحبت ب أو دعت إلى بالتدخل الخارجي في اليمن نفسها رحبت 21 سبتمبر، فالعالم ما عاد بفهمهم شو هم، قضية حاجة من الشيزوفينيا، كان في مرحلة حقيقة ما بوش سردية متماسكة، فجأة أنت بتقول له معي أعظم عملية انتقالية بالعالم، هذا كان حديث كل اليمنيين حين هالنخبة السياسية والأطراف السياسية، وفجأة بتقفز لحرب، فأنت بنفسك بتقول له الشيء اليوم وبتقول له الشيء نقيضه بكرة، بتقول له الشيء اليوم عن الإمارات وبتقول له نقيضه بكرة، بتقول له الشيء اليوم عن قطر الدور قطر وتقول له بكرة شيء نقيضه، فأنت بلا تماسك وبلا سردية واضحة، لأنه أيضا ما كانت فهذه كلها بالأخير خلقت في أحسن حالاته مستوى من مستويات الارتباك المعرفي والسياسي والسردي بخصوص ما السبب؟ ما السبب لهذا الارتباك، لهذا التغير في المواقف وفي سردية الحرب؟ شوفي واحدة من الأشياء أيضا المهمة أن الحرب في اليمن صعبة، صعبة فهمة، كم معك 20 أطفال وأبو فلان وأبو حمار وأبو جني وكذا، في معك أطراف كثيرة، وفي حتى السردية الإقليمية عنها متنازع عليها، مثلا أنت بالنسبة مثلا أشرح لك مثلا من فكرة من وجهة نظر صحفي غربي، إذا هو يكتب مقال عن سوريا ولا يكتب مقال مثلا عن اليمن وهو عنده القرار أو المحرر بيقول لك أوكي بسوريا في أخيار وأشرار، واضحة بالنسبة له الفكرة هكذا، بالنسبة لليمن مش عارف من الأخيار ومش عارف من الأشرار، ولا عمره أصلا كانت هذه موضوع أنه استثمر فيه معرفيا من أجل فهمه. ثانيا بصراحة هل فعلا الأمر بعدين هذا السؤال بصراحة المفروض أنه يوجه هو للدبلوماسيين، مش نحن كباحث نحن ما نفهم ليش الدبلوماسية اليمنية مثلا تفشلت كذا، ليش جالسين مثلا على القنوات يحللوا ما يقوموا بشغلهم، أما يعني دحين حنبة فعلا هذا السؤال له علاقة بأداء الدبلوماسية اليمنية خلال الخمس سنوات اللي مرت، إذا أنت مثلا تشتي سبب تعليلي مباشر من الناحية الوظيفية، بس أنا أقول أنها مجموعة عوامل واسعة. طيب يعني لو وجهت لك أنا السؤال، يعني هل فعلا هناك أخيار، يعني لا يوجد أخيار وأشرار في اليمن، الحرب غير واضحة، المشهد مرتبك بالنسبة للعالم هكذا تبدو؟ بالنسبة لك ليش كيف يعني بالنسبة لك كيف تنظر لما يحدث في اليمن كباحث؟ بالقصة شوفي دحين انسي فكرة ان انا باحث، بالنسبة لي كيمني هذه واحدة من اكبر الحروب الدامية، ما اعتقدش انه قد مرت البلد ب هذا المستوى من التمزق الاجتماعي والسردية والكراهية والإيقاظ لكل هويات الناس البدائية، وكيف اليمنيين تمزق، وشيء مريع ما قد حصلش للبلد بهذا الشيء. بالأخير اللي حصل باليمن صح غلط مين مهم مين صح، اللي حصل لليمن شيء حزين، حزين فعلا للغاية، ووضع الناس أنت لما تشوفي كيف هو الآن وضع ما قد شفتوش، وأعتقد هذا اللي هو لازم يهم ذا الحين، لأن احنا فتحنا ال- 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 الباب للذئب يخرج، دحين الذئب هذا من فتح له، ما لونه، ايش يهدر، ايش يعمل، ايش يخزن، ما عادوش مهم، الحاجه المريعه ان احنا فتحنا للذئب يخرجنا. طيب اخرج يعني اليمنيين خلال الخمس سنوات اسوأ ما في بهم فعلا، وهذا شيء مريع، ربما يعني مشاعرنا نحن كيمنيين وهذا ما نعيشه يوميا، يعني كلما وجدنا سوء شعرنا انها كل بسبب هذه الحرب، لكن من وجهه نظر باحث ربما اطلع على خبايا الامور، بحث عن الاسباب، الحلول، كيف تقرا المشهد؟ انا اقراه كما قلت لك بالشكل المخيف، انه الان كلنا سندفع ثمن، كل احد في اليمن بيدفع ثمن، اللي على حق واللي على صح واللي على غلط واللي معه، كل واحد بيدفع ثمن، وبتدفع البلد ثمن لسنوات قادمه، حتى ما هوش لشهور ولا لاسابيع والاجيال، اجيال طويله. ولذلك انا برايي اي واحد يعني الان للحين يهمه هذا البلد باي مستوى من المستويات لازم انه يعمل ان تكون اولوياته هي يعني تهدئه هذا الاحتدام باي شكل ممكن، سواء كان هذا الاحتدام ما بين اطراف سياسيه، سواء ما كان بيننا وبين الجيران، سواء ما بين الاسره الواحده، سواء كان فتح طريق، سواء كانت حل مشكله على ما احنا ما قد نفذش مننا
من يفوض من يحل النزاعات بهذا الشكل. احنا شوفي كان دائما اليمنيين يتقاتلوا، بس كان في دائما من يقفز بالوسط، يحل من هنا يتوسط هنا، يرمي بالشال بجاه الله ويا جماعه وبالقبيل. الحين ما وش كل واحد، هل عاد الوضع محتمل لمثل هذه الحلول؟ ما وش حل، ما وش حل. انت تشينا نعتقد انه خلاص يئسنا، ذا شعور مريع. انا كشاب برفض ان انا اقتنع انه ما عاد فيش حاجه ممكن نعملها من اجل ان احنا نخرج كيمنيين ونعيش. هذا شيء يعني حتى وان كانت المعايير الماديه والعلميه والمعرفيه تقول لك ان الاوضاع تعيسه، لا يجب انك تقبل بالاستسلام. هل هذا انه ما عادوش قابل. هل تعتقد ان ضياع الحلول ربما على المستوى الدولي انه بسبب يعني مثلا دور مبعوث الامم المتحده لم ينظر للمشكله ككتله واحده وقسمها الى ملفات صغيره وربما غرق في هذه الملفات ولم يستطع تقديم شيء لاي ملف من الملفات مؤخرا يعني في ستوكهولم؟ شوفي في حاجه مهمه يعني، واحنا الان بنمر بنفس المرحله اللي مر فيها السوريين ب 2012. ليش احنا الشيء المحزن انه ما هي اشتحن هذا الاوضاع وهذا الفشل وهذا السياسه الدوليه الكارثيه اللي هي مزيج من الليبراليه ومزيج من النيوكولونيزم وكل الاستعراضات والاسقاطات الجديده للسلطه عبر طرق مدمره وفشل الامم المتحده. هذا الامر ما هوش حصري على اليمن. شوفي عندك ليبيا، شوفي عندك اللي حاصل بسوريا، شوفي عندك الان بالعراق، شوفي شو اللي بيحصل بلبنان. الحين المنطقه كلها مشتعله. هذا الامر ما عادوش احنا بس اللي احنا بنمر بهذا التحدي، ها اللي هو مثلا احنا بنمر، ما بوش يا ريت انه احنا وحدنا اللي بالمشكله، وهذا الجزء يتجاوز اليمن لاول مره. هذه الاطراف الاقليميه منخرطه بهذا الشكل من مستوى النزاعات، حتى ايران مثلا يعني بالرغم من انها كان دائما لها اجندتها في العراق ولبنان وكان معها مشاكلها، لم توظف دوله فقيره ها وتستخدمها وتشعل فيها بيادقها وتشعل فيها حرب أهلية بالشكل المباشر هكذا ها إلا الآن مثل ما عملت في اليمن وبأي بدون أي ثمن مكلف. دحين إيش حساباتها؟ تقول لك والله السعودية بترمي بمليون دولار، أنا برمي بدولار وما عنديش مانع. إيش ممكن مثلا تكلفة هذا يكون على اليمن؟ مش ممكن. طيب إيش اللي عملته السعودية ب 2015 مثلا؟ تحولت من طرف محتمل ممكن أن يكون راعي للجميع إلى طرف في الحرب، وهذا ينطبق على كل الدول التي كانت معاها حينها في التحالف العربي. هكذا انت لما تخوض، لما تشوف مشكله بين الاثنين وتحول وتقوم انك تقفز مع واحد منهم، خلاص انت تحول جزء من المشكله وما عاد تقدرش تحلها ولا عاد تقدر تمتلك ادوات السلطه الكافيه المعنويه انك تقوم بينهم كوسيط. حتى الحين لو واحد على حق واحد على غلط، انت خلاص انت انخرطت في هذه المعركه، وهذا يفقدك على طول مستوى من المسؤوليه. لذلك ارجع واقول انه شوفي الحاجة الوحيدة التي قد تنجح في اليمن هي نموذج جديد أو مشابه تقريبا مشي في 2011 لما جرى اليوم في السودان، واللي هو مبني مرة ثانية على وسيط إقليمي يفهم تعقيدات منطقتنا ويقدم لها حلول قادمة من منطقتها. هل اليمن بحاجة إلى وسيط إقليمي جديد يدخل الآن؟ يعني مثلا الآن الولايات المتحدة تضغط على السعودية باتجاه تسوية مع الحوثيين، هل تعتقد أن هذا هو الحل؟ يعني هل كانت مشكلة اليمن هي السعودية مع الحوثيين، أم أنها مشكلة يعني لا يتم حل الإشكالية من الجذور أسباب هذا الصراع؟ يعني تقوم بتغطية لهذه الإشكالات وتقديم حل تراه مناسبا، ما إن يعني ربما سنة بالكثير وينفجر الوضع مجددا. بصراحة مش عارف إذا إذا التحليل دقيق أن أمريكا تضغط على السعودية للخوض حوار مع الحوثيين، مع أنه نعتقد أنه هذا مهم وياريت أنها تعمل هذا الكلام. تصريحات المسؤولين الأمريكيين يعني ليس مجرد ممكن يعني، بس أعتقد أنه حتى وإن جرى هناك حديث بهذه اللحظة أو بتلك اللحظة، ما هي السياسة؟ لا تزال أمريكا بالأخير منخرطة في هذه الحرب بمساعدة السعوديين حتى إلى الآن. أنت كيف ممكن تضغط تقول أنها تضغط عليه ولو سحبت حقها القوات، لو قالت إحنا بنوقف تدريجيا عمل كذا، بس هي يعني بتعمل أكثر، هو بتعلن عاد إعلانات أنها أرسلت كم قوات قادمة وكذا، فما هوش واضح هذا بالمعنى المباشر. لكن اللي أقصد أنه إيه مهم أنه يكون إحنا بحاجة مش بس إلى وسطاء جدد على فكرة في اليمن أو ما بين مثلا السعودية والحوثيين ولا ما بين الانتقالي والحكومة، وإنما حتى على كافة المستويات، حتى على المستوى الوطني فعلا شديد. أنت تحتاج الآن بالمنطقة كلها ناس عابرين للتقاطعات ودول عابرة للتقاطعات ومنظمات عابرة للتقاطعات، اللي يعني عابرة للتقاطعات الأيديولوجية والجغرافية والسياسية. ومرة ثانية مش لازم أنها لأنه ما فيش حد حين يده ما هيش ملطخة بالدماء، الكل ملطخ للأسف الشديد، ولكن على الأقل عادها محافظة على شكل من أشكال المعنوية، معنوية الاستقلال ومعنوية عدم الانخراط بمستوى معين ولو مستوى صوري ومحدود، لأنه هذا مهم جدا في عالم فض النزاعات.
طيب لو تكلمنا انه يعني احيانا يرى البعض ان السبب في تعتيم الصوره او المشهد بالنسبه لليمن هي بعض الافراد العاملين مع المنظمات الدوليه، يمنيين يعملون مع منظمات دوليه خارجيه او حتى مع منظمات محليه عامله مع منظمات خارجيه، يعني هم من اوصلوا هذه الصوره بان الحرب مجرد حرب بين السعوديه واليمن. أنا أقول لك دحين المشكلة أنه دحين ما بوش صورة عن حرب اليمن. إحنا داخل روسنا أنه هو في ما بوش صورة. يا ريت بالنسبة للمجتمع الغربي لا توجد صورة. ما يعرف دحين إحنا بنتكلم على هذا من أول موضوع. ها أنه والله أوكي بس ما بوش. يعني لأول مرة لا معك أصوات يمنية فعلا مسموعة حقيقية ولا معك سردية يمنية. إحنا نتكلم منطق. وهذا البلد مغلق. أنت عارف أنه معيش طيارتين أو أربع طيارات 27 مليون يمني. كم يدخل لها صحفي؟ كم الصحف التي يعني حارة في لبنان خرج عنها؟ لكن معي يمنيين بالخارج يعيشون بالخارج. أيوة أيوة بس مؤثرة. كم أنت تتكلمي على 192 دولة. أنت عارف أنه يعني القصة التي تحصل عليها شركة صغيرة مثلا أحيانا لو بس رفعت الأسهم حقه في بورصة وول ستريت أكثر مما حصلته حرب اليمن. ما فيش دحين حتى بالمعنى العام ما بش لا سلبا ولا إيجابيا ولا صورة دقيقة ولا صورة مغلوطة. طيب الموضوع التحدي كبير وهذا هو اللي يسمح باستمرار الحرب على فكرة أنه ما فيش سردية يمنية لهذا الموضوع. طيب أنتم كمركز بحثي يا أستاذ فارع ما الذي قدمته لإيصال صورة حقيقية لما يحدث؟ احنا يعني تتكلم يعني عن مركز صنعاء. نعم يعني انتم لكم دور مهم يفترض كمركز بحثي قادر على ايصال صوره حقيقيه عما يحدث، ما الذي قدمتم؟ يعني بالاخير للاسف اولا احنا المركز الوحيد في اليمن، ها ما فيش كثيرين يشتغلوا على اليمن، لكن احنا طبعا بامكانياتنا المحدوده وفريقنا الصغير وزملائنا احنا نشتغل على ثلاثه مستويات. المستوى الاول هو انتاج معرفه، نعمل ابحاث وننتج معرفة بخصوص قضايا سياسية واقتصادية وننشر دراساتنا، هذا المستوى الأول من عملنا. المستوى الثاني هو أن احنا نوفر منبر للأصوات اليمنية، نرتب الكثير من الفعاليات والفرص والمؤتمرات والمنتديات ما بين اليمنيين وأصوات يمنية يسمعها المجتمع الدولي. والمستوى الثالث الذي نشتغل عليه هو محاولة التأثير على السياسات، وهذا ينطبق على مستويات محلية وإقليمية ودولية عبر تقديم مقاربات جديدة كلها موجودة في مواقعنا ومنشورة. وهذا هو المستوى اللي احنا نعمل عليه، احداث فارق عبر هل بيأثر ذلك؟ يعني هل ما تقدمونه من ابحاث تجد انه مؤثر على السياسات المحليه والخارجيه؟ وشوفي والله انا اشتي اؤمن هكذا علشان بس اعرف انام بالليل، لكن اللي انا اقصده بالنسبه لي كباحث بالاخير اوكي انت تعمل شيء وتعمل بحث. ما هي الصوره التي يتبناها مركز صنعاء ويقدمها بخصوص ايش؟ بخصوص اليمن. يعني شوفي أي قضية مثلا موجودة في اليمن احنا بالأخير باحثين نشتغل على مستوى مهم وهو مستوى الانحياز المطلق للمعلومة، سواء هذه المعلومة عجبتنا أو لا. احنا مثلا مش ناشطين نبحث نقول المعلومة نقول الفكرة لنوصل معلومة، احنا نستخدم المعلومة لنقول فكرة حتى وإن ما عجبتناش هذه الفكرة، وهذا مستوى دقيق وهذا مستوى البحث. احنا بنقول انه اوكي اي قضيه مثلا توصل لنا، خلينا نقول قضيه اقتصاديه، نبحث نشوف معنا مختصين معنا زملاء نعمل احيانا زي ما يسموه بالانجليزي سيميليشن محاكاه، نجيب مجموعه من المختصين يناقشوا قضيه معينه نخرج فيها بالاخير نقول والله هذا راي. الحين هذه القضيه سواء ايش رايك مثلا ايش موقفنا مثلا من قصه صافر ولا ايش راينا من اتفاق ستوكهولم ولا ايش راينا مثلا، وهذه افتتاحيه شهريه نعملها بخصوص كل مواضيع كثيرة وتمر بنقاشات مستويات كثيرة. بس أنا اللي اشتي أقوله الحين بغض النظر ممكن ندخل بتفاصيل وإيش نعمل وكيف نشتغل وكذا، بس مش مهم فعلا على الأقل المشاهد. بس إحنا بالنسبة لنا سواء كأشخاص قتلت أو كمؤسسات هو أنه إحنا نشتغل في نهاية المطاف وفي أسوأ الأحوال على كتابة المسودة الأولى من التاريخ. نؤمن أنه في أسوأ الأحوال حتى إذا عملنا هذا ما وصلوش قيمة، وإحنا نشتي نؤمن أنه وصل له قيمة مرة ثانية عشان بس نعرف ننام بالليل ونقوم بكرة متحمسين. نعم للأسف. بس بالأخير إحنا على الأقل نشتغل على مستوى بسؤال أخير سردية التاريخ. أدركنا الوقت، كيف تنظر لمستقبل اليمن على المدى القصير؟ يعتمد على الأزمة اليمنية، يعتمد على سرعة إنهاء هذه الحرب، لانه انا اكثر شيء اخشاه انه في لحظه ستوصل كيف ستنتهي هذه الحرب على باي شكل. زي ما تنتهي كل الحروب بالتاريخ، دحين ما احناش اول من تحارب واول من تقاتل تنتهي، يحصل فيها دحين ما بوش دحين بالمعنى الواضح السلام العادل وكذا، تحصل فيها تنازلات دقيقه، يحصل فيها ان الناس يعيدوا صياغه سرديتهم ويحدث فيها اشياء غير مرضيه بالضروره، لكنها التنازلات اللازمه لكي يكون في مستقبل مع هذه البلد ولكي تعيش هذه الامه وترجع من جديد. هذا الموضوع ليس دائما مرضي، لكن لا يمكن باي شكل من الاشكال أن تكون الحرب مرضية،
ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال حل. من المريع أن نحن في 2019 لا يزال بعض الناس وبالرغم من كل هذا التقدم الحضاري والتاريخي والسياسي يعتقد أنه في حل في أنه الحرب يمكن أن تشكل مشكلة. ما عمره شكلت أي مشكلة لأي شيء، وأي واحد يقول هذا الكلام هو يكذب على الناس وهو يستخدمهم لمصالحه الشخصية. ما بش واحد يدفع لك فلوس ويقول لك سير اقتل نفسك وهو يشتي يحبك مهما كان السبب. لا يوجد حروب عادلة، هذه جملة مضللة وكاذبة برأيي، وهذا رأي شخصي. الموضوع أنه وحتى حينما يعتقد أحد أن هناك حرب عادلة لابد أنه يعمل على إنهائه مش على تغذيته، وهذا الذي يجب أن يكون موقف أي مثقف برأيي سواء في اليمن أو خارجه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فارع المسلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.